الذي يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. وهذا قانون الدولة الجزائرية قانون فوق الجميع. تحفيز نجاحات الأندية والفرق الوطنية في المحافل الدولية. ضمان تكوين الفئات الشابة لكونها الاستثمار الحقيقي للمستقبل. تعزيز الروابط الاجتماعية عن طريق المساهمة الهادفة لإرساء التضامن الوطني. وضع حيز التنفيذ تدابير التي من شأنها تحسين الأمن العمومي وكذا الوقاية ومحاربة العنف على مستوى الهياكل الرياضية. إن الدعم العمومي لإرساء الاحترافية في كرة القدم يسعى لمرافقة الأندية من خلال التدابير التي تصب لرفع مستوى كرة القدم الوطنية من جهة، وكذا إعادة تنظيم وتحسين أنماط التسيير لضمان المنافسة الاقتصادية والرياضية للأندية المحترفة من جهة أخرى. فعلاً تستفيد كرة القدم الاحترافية من دعم مهم من طرف الدولة تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ولقد قررت في إطار التزاماتها لإرساء الاحترافية تمديد وتعزيز مرافقة الأندية المحترفة لأربع سنوات لغاية 2018.